ودلوقتي خلينا نروح لزميلنا كريم بيبرس موفد القناة الأولى اللي موجود دلوقتي في العريش عشان نعرف منه آخر التطورات الخاصة بالمساعدات الإنسانية لقطاع غزة. صباح الخير عليك يا كريم، اتفضل. صباح الخير يا منى، صباح الخير يا شاذلي، صباح الخير على جميع مشاهدي صباح الخير يا مصر. لسه في متابعه مستمره فعلا من مدينه العريش ورفح، وتحديدا في مدينه العريش، وبنرصد بالطبع المجهودات المصريه المختلفه لدخول المساعدات الاغاثيه الى الاشقاء في قطاع غزه. بنتكلم بالطبع عن يعني اصطفاف كبير للشاحنات الاغاثيه على جانبي الطرق موجوده في العريش ورفح، لكن الحقيقه جزء مهم جدا من الشاحنات الاغاثيه او المساعدات الاغاثيه بشكل عام اللي بتروح للاشقاء الفلسطينيين في قطاع غزه هي سيارات الاسعاف. يمكن قوات الاحتلال مش بس بتتعنت في دخول المساعدات الاغاثيه والمواد الغذائيه للاشقاء الفلسطينيين، لكن كمان بتتعنت في دخول المستلزمات الطبيه، وده طبعا ضمن النهج اللي هي بتنتهجه للوصول للاباده الجماعيه اللي بتنتهجها فعلا بحق الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. بنتكلم يعني أنه ارتفاع أعداد كبير جدا للشهداء، لكن مش بس من القصف المستمر، لكن كمان من منع وصول المستلزمات الطبية، ما يكونش فيه علاج، خروج المستشفيات عن الخدمة، لكن كمان بجانب ده يعني الناس بتموت من الجوع أو على حافة المجاعة على حسب يعني تقرير الأمم المتحدة والأونروا وغيرها من المنظمات الأممية داخل قطاع غزة. الحقيقة أنه زي الشاحنات الإغاثية كمان سيارات الإسعاف دي اللي كانت مفروض تدخل الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة برضو موجودة بقالها أيام وأشهر الحقيقة على الطرق، وموجودة في الأماكن الخاصة بالتخزين، وتم منع دخولها من الناحية الأخرى. لكن الحقيقة أن الشاحنات والسيارات دي كانت بتتحرك من قدام بوابة معبر رفح المصرية، وبتدخل إما عن طريق بوابة رفح الفلسطينية أو معبر كرم أبو سالم. بوابة معبر رفح الفلسطينية خرجت تماما عن الخدمة من 7 مايو، من ساعة ما قوات الاحتلال يعني احتلت معبر رفح الفلسطيني، ثم بعد ذلك يعني أحرقت المعبر تماما وخرج تماما عن الخدمة، بقى المنفذ الوحيد هو معبر كرم أبو سالم. ولكن حتى عشان يخرج أو يدخل من خلال معبر كرم أبو سالم لازم يعبر من أمام بوابة معبر رفح المصرية. الحقيقة أنه خلال الأيام اللي فاتت يعني دخل عدد قليل جدا 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 من الشاحنات، امبارح ما دخلش حاجة خالص، النهاردة لسه لم يدخل أي شاحنات، يعني حتى الآن اللي كان بيخش هو عدد ضئيل من شاحنات الوقود، زي 5 شاحنات أو 4 شاحنات للغاز، وبيتم طبعا تفريغهم في الناحية التانية، لكن ده أقل من 1% من الاحتياجات الحقيقية لقطاع غزة أو بشكل عام للمرافق الحيوية مثل المستشفيات وغيرها من الأماكن اللي بتحتاج وقود. كمان استمرار القصف ما زال مستمر الحقيقة بشكل عنيف جدا على الأماكن الآمنة اللي كانت قوات الاحتلال حددتها من قبل، يعني مثلا منطقة المواصي بيتم استهدافها، ودي أماكن آمنة كانت حددتها، أماكن تانية أخرى بيتم استهداف حوالين المستشفيات، كمان بيتم استهداف سيارات الإسعاف. يمكن القطاع الطبي في أمس الحاجة لسيارات الإسعاف دلوقتي، لكن كمان دي بيتم منع دخولها. الحقيقة يمكن الخبر الأبرز خلال الأيام اللي فاتت هي طبعا يعني خروج ما يقرب من 20 طفل مصاب بالسرطان عن طريق معبر كرم أبو سالم، وده بتعاون مصري إماراتي مع منظمات الأمم المتحدة، ويمكن ده الأهم. هم خرجوا بالفعل يتلقوا العلاج خارج قطاع غزة، جزء من انتهاج الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة هو أيضا منع خروج المصابين الفلسطينيين من تلقي العلاج في المستشفيات المصرية. وبنتكلم إحنا تقريبا الأونروا كانت بتتكلم عن يعني احتياج ما يقرب من 50,000 مصاب فلسطيني ان هم يتلقوا العلاج في المستشفيات الخارجيه خارج قطاع غزه، لانه دلوقتي الوضع الصحي في قطاع غزه لا يسمح بعلاج كل هذه الارقام، وكمان الامكانيات بسبب منع دخول المستلزمات الطبيه لا تكفي لكل ده. يمكن الصوره هي كده خلال الفتره اللي فاتت ما اختلفتش، لكن الاكيد المجهودات المصريه المختلفه في تجهيز الشاحنات، تجهيز سيارات الاسعاف وغيرها من المساعدات المختلفه للتخفيف عن كاهل الاشقاء الفلسطينيين في قطاع غزه. دي كانت الصوره من العريش ورفح، والان برجع لكم مره ثانيه. زميلنا كريم بيبرس موفد التلفزيون المصري في العريش، شكرا جزيلا لك.